بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نتعرف في هذا اللقاء على موضوع مهم جدا تحت عنوان طهارة القلب واللسان. نعم، صفاء القلب واللسان شيء مهم جدا. أيها المتحابون في الله، هيا بنا نحذر جيدا من الوقوع في الفتن والذنوب والمعاصي والظلم والكبر والغيبة والنميمة وكل الذنوب والمعاصي. لابد أن نجاهد أنفسنا الأمارة بالسوء، لابد أن نتبع الحق وهو كتاب الله وهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أخي وحبيبي في الله، أذكر نفسي وأذكركم لقول ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديث. أخي الحبيب، هيا بنا من هذه الكلمات المباركة نأخذ العبرة والموعظة ونكون في طاعة الله وعلى هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، هيا بنا نعرض على أسماع حضراتكم في هذه الدقائق البسيطة بعض المواقف التي نأخذ منها العبرة والموعظة بعمل يسير جدا فيه إخلاص لله يغفر الله لك ويدخلك الجنة، وبعمل أيضا صغير ولكنه إصرار على الذنب والمعصية يغضب الله عليك ويلعنك ويدخلك النار والعياذ بالله. أخي الحبيب، انظر إلى هذا الموقف. في يوم من الأيام يأتي أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونه: يا رسول الله، يوجد امرأة كثيرة صيام وكثيرة صلاة وصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام وتفعل خير كثير، ولكنها تؤذي الناس بلسانها. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن ظلت على هذه الحالة أخبروها أنها من أهل النار والعياذ بالله. إياكم والغيبة والنميمة، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. على النقيض، نضرب موقفا آخر لأصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتوه يوما فيقولون له: يا حبيب الله، يا رسول الله، هناك امرأة فقيرة الحال، هي تصلي فرضها، هي تصوم شهرها، هي تبر والديها، ولكن ليس عندها مال تتصدق به. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين وهو الرحمة والهداية للعالمين: كيف حال لسانها معها؟ قالوا: يا رسول الله، والله لا تقول بلسانها إلا كل خير، لا تؤذي الناس أبدا. قال: أخبروها أنها من أهل الجنة. هيا نأخذ من هذه النقاط وهذه المواقف العبرة والموعظة الحسنة. أخي الحبيب، أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا نضرب أيضا موقفا آخر فيه طاعة لله، وهو موقف بسيط لامرأة باغية، امرأة ترتكب الفواحش والعياذ بالله، مشهورة ومعروفة أمام الناس. هذه المرأة في يوم من الأيام وهي تسير في الطريق وجدت كلبا يلهث كاد أن يموت من العطش، تحركت بصدق لله رب العالمين ونزلت البئر وأتت بالماء في خفها في يدها، ثم سقت الكلب حتى ارتوى. ماذا كانت النتيجة؟
عمل يسير بسيط ولكن فيه إخلاص، فيه طاعة لله رب العالمين، الله شكر لها وغفر لها وأدخلها الجنة بعمل يسير. أخي الحبيب، هيا بنا نستمع إلى موقف آخر نقيد لهذا. هذه امرأة أيضا أتت بقطة فحبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومما رزق الله عباده، بل حبستها حتى ماتت والعياذ بالله، أدخلها النار ربنا عز وجل. هذه مواقف أيها الأحبة، إما عمل يرضي ربنا فتفوز ورب الكعبة برضا ربنا والجنة وتسعد في الدنيا والآخرة، ولكن حتى لا نطيل على أسماء حضراتكم أيها الأحبة، نناشد أحبابنا وإخواننا المسلمين، يا من جعلكم الله من خير أمة أخرجت للناس، هيا بنا ندخل السرور على الحيارة من البشر من أهل الذنوب والمعاصي، وكلنا والله ذنوب ومعاصي، ندعو الله أن يغفر لنا. ما عليكم أحبابي في الله إلا أن تحاسبوا أنفسكم كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وذنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. هيا أخي المسلم نعود إلى الحق، نادمين تائبين مستغفرين، ولا تقنطوا من رحمة الله، بل ربنا يفرح بعودة عبده التائب النادم المستغفر، فيغفر له الذنوب ويبدل له السيئات حسنات. وهذا موقف نختم به هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. أخي المسلم، أختي المسلمة، انظر ماذا حدث حتى نبعث الأمل في قلوب الحيارة من البشر من أهل الذنوب والمعاصي. هيا أرجعوا إلى ربنا، هيا تسعدوا رب الكعبة في الدنيا والآخرة بطاعة الله وبرضا الله عز وجل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يسألون الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، هل ربنا قريب فننجيه بصوت منخفض، أم هو بعيد فنناديه بصوت مرتفع؟ مرة لن يجيب الحبيب، وفي الثانية لم يجيب الحبيب، في الثالثة لم يجيب الحبيب، ولكن ينزل الجواب من عند رب الأرض والسماوات في سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحبابي في الله، هيا نعود إلى الحق وهو كتاب الله، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هيا أيها الأحبة نعود إلى الحق وهو كتاب الله وسنة رسول الله. وأرى أيها الأحبة، حتى لا نطيل على أسماء حضراتكم في هذا القدر كفاية لمن أراد الله عز وجل لهم الحقيقة والصواب والأجر العظيم، إن كان هناك توفيق فهو من الله عز وجل، وإن كان خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، اعذرونا وندعو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول.